حدودة يا سيدي بتبدأ في أيام الصيف اللذيذة اللي تقريبا كده يعني احنا مش هنشوفها تاني. انا مش فاهم هو الصيف مال ومش راضي يجي ليه؟ يعني الشتاء كابس على مراوح ابونا مش راضي يمشي. بيكونوا بقى عم الحاج الناس في اجازة كده وفي الشوارع بقى والناس فاهم بتتفسح والدنيا زي الفل. وبنشوف كده مطعم شاورما وبيكون الكلب اللي هو اسكوبي دو اللي بيكون لسه صغنون كده مستخبي وبياخد سيخ الشاورما كله وبيهرب. وبيفضل بقى صاحب المطعم يطرده وبيحاول اسكوبي دو ان هو يجري منه في وسط الناس وبيلاقي ظابط في وشه كده بيفضل يطرده. وبعد المطاردة الكوميدية الطويلة دي بيقدر سكوبي دو ان هو يستخبى في الرمله بتاعت الشاطئ. وبعدها عم الحاج بنروح نشوف عمك شاجي، وده تقريبا وانا صغير كنت بقول عليه شادي اصلا، فمقموس شاجي شادي ما فرقتش كتير، فرق حرف مش حوار يعني. المهم يا باشا بيكون ماشي في الشارع وحيد كده وبيكون بقى بيسمع في التليفون كلام عن ان هو لازم يتعرف على اصحاب عشان الوحده القاتله وان الصحاب هم اللي هيفيدوه وقت الشده والكلام ما بياكلش عيش ده. وبيتمشى يا باشا على الشاطئ وبيشوف قدامه على الرمله كده ان الرمله عامله شكل غريب، فبيحط لها كده فاهم انت على الرمله عينين وبيعمل لها بق وبيفضل يتكلم معاها بقى ان هو صاحبه. والله يا جدعان الوحده تعمل اكتر من كده، الواد الجن. المهم بعد كده سكوبي دو بيطلع من ورا الرمله وبيبص له كده وبيكون عمك شاكي حاسس ان هو لقى صاحبه ويبدا بقى ان هو يديله اكل ويتكلم معاه لحد لما بيجي الظابط ويكون عايز ياخده منه. بس عمك شاكي بيقول له لا ما تاخدوش ده الكلب بتاعي يا عم، الله انت عايز تاخده مني ليه؟ ولما الظابط بيساله طب هو اسمه ايه طيب، فبيبص كده عليه عمك شاكي وبيشوف اسم على علبه الاكل وبيقول له ان هو اسمه سكوبي دو بيدو. هو سكوبي دو بيدو هو مع بعض كده. فطبعا الظابط بيمشي وبيسيبه له. وبعدها بيفضل عمك سكوبي دو مع شاجي وبيحبوا بعض جدا وبيتعرفوا على بعض اكتر. وبنشوفهم في يوم كده في الهالوين مع بعض وبيجي شويه عيال رخمه كده وبيسرقوا كيس الحلويات اللي مع تشاجي وبيرموه جوه بيت مهجور. وبعدها بيكون عمك تشاجي وسكوبي دو مش عارفين يعملوا ايه. طب الله احنا نروح نعمل ايه طيب؟ المهم بعد كده بيجي شله كده تلات عيال وبنت منهم اسمها ديفاني وولد معاهم كده اسمه فريد او فريد يعني وبنت اسمها فيلما. وبيكونوا عايزين ان هم يساعدوه. بتكون الحلويات اترمت في البيت بتاع واحد كده اسمه ريجبي وبيكون معروف عن البيت ده عم الحاج ان هو مسكون بالاشباح من زمان جدا. وبعد كلام كتير كده بيقرروا ان هم يدخلوا يجيبوا الحلويات من البيت عشان عمك شاجي وسكوبي دو عايزينها. وبعدها بيلاقوا الحلويات وهم ماشيين كده بيسمعوا صوت مرعب من جوه. فبتروح عمتك فيلم عشان تشوف ايه الصوت ده ومين يعني اللي فيه يا باشا الله. فبيطلع لهم شبح كده من الدولاب وبيهاجمهم وبيقدروا ان هم يوقفوه. بيكون عمك شاجي وسكوبي دو مستخبيين اصلا وخايفين منه. وبيطلع الشبح ده هو الراجل اللي اسمه ريجبي وبيكونش اصلا شبح ولا نيله وبيكون واخد البيت ده وعامله كده كانه مسكون عشان ما حدش يقرب من البيت لان هو كان بيسرق حاجات كتير كده فاهم ويخبيها فيه. كان حرامي اصلا الراجل. المهم بعد كده بيبلغوا البوليس والبوليس بيقبض عليه وبيقرر الشله دول ان هم يقبضوا على كل الحراميه عم الحاج اللي موجودين في المدينه. وبعدها بنشوف مع الوقت لما هم كبروا بيكونوا قاعدين مع بعض في مطعم كده وبيحكوا عن الشركه بتاعتهم وعن مغامراتهم في ان هم يقبضوا على حراميه. وبعدها بنشوف واحد كده اسمه سايمون دخل وقعد معاهم وبيكون بيكلم الفريق وبيعرض عليه ان هو يبقى راعي الفريق ده ويكون معاهم في الشركه. وبيكون عمك سكوبي دو وشاجي مش مركزين اصلا عمالين ياكلوا في الساندوتش اللي معاهم ده فاهم انت يعني يولعوا ما اللي بيحصل. المهم فعمك سايمون بيتضايق منهم جدا بقول لكم انا عايز ولاد الاثنين دول يطلعوا من الفريق ولا في شركه ولا في فريق ولا في نيله، مشوهم من قدامي وماليش دعوه بيهم. المهم يا باشا بعدها بيروح يلعبوا بولينج كده وهم بيلعبوا بيلاقوا ان الكره اللي في المكان بتتحول لروبوتات متوحشه وبتفضل بعد كده انها تجري وراهم وبيكون هم مش فاهمين الله هو ده اللي بيحصل ليه يا عم الحاج. فبيقرروا ان هم يتخفوا يعملوا نفسهم شغالين في المطعم بتاع المكان ولكن الروبوتات بتقول ايه الهبل ده مش هنعرفكم احنا كده مثلا ولا ايه. المهم بعد كده تضربهم وتوقعهم في المكان اللي اتطاق فيه كوره البولينج. وبعدها بنشوف يا باشا ان الشله راكبه العربيه وبتشوف في الاخبار ان في شخص كده والكلب بتاعه بيطاردهم روبوتات في صاله بولينج وبيعرفوا ان دول يبقوا سكوبي دو وتشاجي فبيغيروا الطريق ويروحوا لهم على طول. وبعدها بنشوفهم وخلاص الروبوتات بتقرب عليهم وهتقتلهم وهم مش فاهمين هو في ايه انتوا بتعملوا كده ليه وخلاص بص احنا استسلمنا خلاص. بيلاقوا نفسهم مره واحده بيتزحبوا كده لفوق ما تفهمش ليه وبيدخلوا زي مركبه فضائيه كده وبيلاقوا واحده اسمها ديدي وبيتكلموا تقول لهم بصوا كده بسرعه عشان ما عنديش امه وقت في شخص كده اسمه ديك داستريدلي تقريبا يعني انا مش عارف انطق اسمه امه هو اسمه ديك امه بقى مش مهم. المهم بص يا باشا الراجل ده بيطاردكم وعايز يخلص منكم وبتقول لهم بصوا في بطل خارق اسمه بلو فالكون جاي عشان يساعدكم ويحميكم. وبيجي البطل بس بيكون اسمه براين وبيكون ابن البطل اللي هو بلو فالكون وبيقول له مؤاخذه معلش بقى ابويا تقاعد من زمان فانا جاي مكانه. وبيجي الكلب بتاعه اللي اسمه داينومات وبيكون عمك سكوبي دو وشاجي بيحبهم جدا والله ده احنا بنحبكم جدا ده احنا من اكبر المعجبين بيكم. المهم بعدها بيتكلموا في المهمه فبيلاقوا ان عمك ديك ده لسه بيدور عليهم وبيطاردهم. المهم بعدها عم الحاج بيركبوا عشان يهربوا ويكون عمك شاجي وسكوبي دو خايفين جدا. بص هم عمك شاجي وسكوبي دو دول الاثنين دول جبنة فشخ فما تقلقش يعني لما تشوفهم خايفين كل شويه. المهم بيعرفوا ان ديك ده بيدور على حاجات وان هم تلات جماجم وعارف ان هو يجيب واحده اسم من الجماجم دي وهنا هم المفروض يخلوه ما يعرفش ان هو يجمع بقيه الجماجم ويفضل يطاردهم ويسحبهم في الطياره بتاعته. ولكن بتدعى عمتك دي انها تفلت بالطياره من ديك وبعدها بيهربوا. بيقرر سكوبي دو وشاجي ان هم يكملوا في المهمه معاهم عشان يوقفوا ديك ده ما مش هيطلع ديك ابونا احنا ما معاهم. المهم بعد كده يا باشا بنشوف ان اصحابهم بيدوروا عليهم وبيسالوا عليهم في الصاله بتاعه البولينج واللي بتشتغل في المكان بتقول لهم ان كان في روبوتات في المكان بتجري وراهم لحد لما كانت مركبه فضائيه وخطفتهم يعني خيال علمي
بيحصل. المهم بعد كده تديهم واحد من الروبوتات دول بيكون نسخة يعني منهم ولكنه مكسور وبايظ. فعمتك فيلم بتبدأ انها تدرس الروبوت ده، وبعد بحث وتشريح كده في الروبوت بتعرف ان هو معمول في مصنع كده بتاع عمك ديك ديستردلي ده ولا اسمه امه ايه. وبيعرف ان الراجل بقى ده مجرم خطير جدا ومطلوب للعدالة، وبيكون اخر جرائمه هي سرقة جمجمة نادرة من متحف، وبيسرق برضه سجلات تخص الكلاب. فبيقرروا الشلة ان هم يقبضوا على ديك ده عشان ينقذوا عمك سكوبي دي وايه وتشاك. وبعدها بنشوف ان عمتك دي والكلب بيحاولوا ان هم يعرفوا مكان دي وهيعمل ايه الفترة اللي جاية طيب، وتحركاته هتكون ازاي بقى والحاجات دي كلها. فبيكون تشاجي وسكوبي دو عمين بقى ياكلوا ويجمعوا اكل كتير، فاهم انت عيال مفجوعة يعني، هما بصوا جبنة ومفجوعين الاثنين مع بعض. المهم هما بيتكلموا كده فاهم، بيرموا كلمة بالحظ كده وبيقولوا لهم ان هم يدوروا بالبحث الحراري. ففعلا بيعملوا كده وبيلاقوا ان الاحداثيات اللي طلعت لهم ان المكان اللي جاي لعمك ديك هيروحوا ده هي صحراء جوبا. بس ابراهيم بيقول لهم ان انا معايا رسالة مكتوب فيها ان هو هيروح رومانيا بقى، ما فيش جوبا بقى في الموضوع. وبعدها عم الحاج بنشوف الشلة وهم في الطريق، وبتكون عمتك فيلمة بتدور وبتعرف ان الكلب اللي هو سكوبي دو ده يعتبر من السلالة بتاعت الكلاب اللي كانت بتاعت الاسكندر الاكبر الاصلية. انت واخد بالك انت يعني المهم يعني يا عم وليكن مش مهم اسكندر الاكبر اسكندر الاصغر مطروح بورسعيد، المهم يعني احنا نستفاد ايه، ايه علاقة ده بديك والسجلات بتاع مام ايه يعني. المهم واحنا قاعدين بنفكر كده بيكون روتات سامعهم وبيراقبوهم. وبعدها عم الحاج بنشوف سكوبي دو وشاجي وبراين وديدي والكلب اللي معاهم بينزلوا في رومانيا، وبيلاقوا ان هم في ملاهي مهجوره وبينزلوا يدوروا على ديكو، ويكون وصل هو الروبوتات بتاعته وبيعرفهم ان هو اخذ الجمجمه من الصحراء. شفت يا ابن الناس ان انا كنت صح يا حيوان وكنا نروح الصحراء الاول. المهم بقى بعد كده بنشوف ان في مطارده قويه جدا ما بين ديدي والكلب، وبيكون سكوبي دو وشاجي وبراين طلعوا يجروا اساسا. مساء الخير مع السلامه احنا بقى. المهم يا باشا في المطارده دي بتقدر عمتك ديدي انها توقع ديك من السفينه بتاعته، وبعدها بنشوف ان ديك ده عارف من الروبوتات اللي كانت مع الشله بتاعت شاجي مكانهم، وبعدها بيقرر بقى ان هو يروح لهم. ده هجيب ديك ابوك انت. وبنشوف ان عمك براين خلى سكوبي دو يبقى معاهم، وبنشوف ان هم راكبين كده في عربيه بوليس بتطاردهم، وبعدها بينزل لهم من العربيه ظابطه موظه كده. ايه الحلاوه دي؟ طبعا عمك فريد بيعجب بيها جدا والله، انا ذات نفسي عجبت بيها. ولكنهم في الاخر بيقولوا انها ديك اصلا ومتنكر فيها، مش ديك اللي هو ديك، لا ديك اللي هو الراجل اللي اسمه ديك. المهم بعدها بيخلي روبوتاته انها تهجم عليهم وبيخطفوهم وبيحبسهم في زنزانه في الطياره بتاعته. وبعدها بنشوف كده يا جدع ان في روبوت يعاني بيعاني وعمال يعطس عشان عمك ديك قرر ان هو يعذبه وغير دماغه اصلا. فعمتك فيلم بتقول له بص بقى افتح لنا بقى وساعدنا بقى وانا هساعدك بقى. وبعدها عم الحاج بنشوف ان الروبوت خرجهم وقال لهم ان هم يستخبوا في الاوضه اللي في الوش دي، وبيلاقوا فيها جهاز تواصل ده يتواصلوا بيه مع الكلب بتاع براين، وبيعرفوهم ان عمك ديك ده رايح على جبل نسك وان هم لازم يوصلوا هناك قبل ما هو يوصل عشان ياخدش منهم الجمجمه وان هم يلحقوه قبل ما ياخد الجمجمه. المهم بعد كده الخط بيقطع وبيلاقوا ان الاوضه دي فيها ورق وخرائط كتيره كده، وبيعرفوا من الورق ده ان الاسكندر الاكبر جمع ثروه كبيره جدا وحطها في خزنه، والخزنه يا باشا مش بتفتح يا باشا غير بثلاث جماجم، ويكون في حد من العيله بتاعته او من دمها او احفادها، وبيكون يا باشا الوحيد اللي من العيله ومن حفيدهم هو سكوبي دو. هتقول لي ازاي؟ هقول لك الاسكندر الاكبر طلع كلب في الاخر. المهم يا عم الحاج وهما بيدوروا كده برضه بيلاقوا صوره للكلب بتاع عمك ديك، وبيكون هو اقتحم اصلا عليهم وبيكون حزين جدا على الكلب بتاعه اللي مات لما حاول ان هو يدخله ويجيب له الكنز، بس ما كانش عارف بقى مات ولا راح فين يعني بالظبط. المهم ان هو اختفى يعني. وبعدها بيخلي الروبوتات توديهم للحجز تاني. وبعدها بنشوف براين وديدي والكلب نازلين على الجبل، وبيكون شاجي بيقول لهم روحوا انتوا انا وسكوبي دو هنفضل قاعدين في المركبه هنا مش هنتحتح من مكاننا. ولكن يا عم الحاج سكوبي دو بيرفض بيقول كفايه خوف بقى الجبن بقى لازم ما تكونش جبان طلع الوحش اللي جواك. وبينزل معاهم وبيزعل جدا شاجي والله على اللي حصل ده، وانا بقيت جبان على اخر الزمن يلا يا كلب يا ابن الكلب. وبيفضلوا بقى يدوروا على المكان بتاع الجبل وبيلاقوا هناك واحد عايش في الجبل وبيقول لهم ان هو عارف مكان الجمجمه. وبعدها بيقابل شاجي عمك فريد وبيقول له ان سكوبي دو في خطر كبير وان احنا لازم نلحقه يا عم الحاج. وبعدها بنشوف ان براين وسكوبي دو وصلوا المكان اللي فيه الجمجمه، والمفروض ان هم يتقاتلوا مع الراجل عشان ياخدوا منه الجمجمه. وبيقول عمك براين بص ده انت بص ده انت لقط انا هشلوح امك دلوقتي، ولكن على العكس اللي كان في دماغه يعني بيفضل يتضرب وبيتهزم، وسكوبي دو برضه بيتضرب وبيتهزم عادي جدا ده كلب اصلا. وبعدها يا باشا بيجي الكلب بتاع براين وبيضرب الراجل وبيهزمه. اه ماشي ده كلب مختلف عن الكلب ده، ده كلب ابن كلب ده كلب ابن كلب برضه ما علينا. المهم مع كده بيجي عمك فريد وشاجي وبياخدوا عمك شاجي سكوبي دو، ولكن بيطلع شاجي في الاخر ده اصلا ديك وبياخد الجمجمه وبياخد سكوبي دو وبيخلع. وبعدها يا باشا بنشوف ان هو رمى لهم فيلم ودفني اصلا فاهم انت، وبعدها بيروح كلهم على المركبه عشان يمشوا من المكان ده، بس بيلاقوا ان هي اتدمرت خالص. وبعدها بيكونوا زعلانين جدا وبيقرروا ان هو ما ينفعش ان هم يسيبوا سكوبي دو لازم ينقذوه، ما احنا مش هينفع ان احنا نسيبه كده. وبنشوف يا باشا ان عمك ديك اخذ سكوبي دو للمكان بتاع الكنز وحط بقى في باشا التلات جماجم وسكوبي دو، وبدات بقى البوابه انها تفتح واللون بتاع المكان كله يتغير. وبعدها يا باشا بنشوف ان الشله كلها جت بالعربيه بتاعتهم اللي بتطير اصلا، وهنا بيامر عمك ديك الروبوتات بتاعته ان هم يخلصوا عليهم، بص مش عايز اشوفهم فوق قدام وش امي تاني. وبعد كده يا باشا العربيه بتاعتهم بتخبط وبتقع وبيكلب بتاع براين وبينقذهم. وبعدها يا باشا البوابه بتتفتح بس بيطلع منها كده تلات كلاب عملاقه مرعبه كده. يا ست يا رب قولي شت ايه الكلاب دي؟ وطبعا بيه
بيهرب عمك ديك، وسكوبي دوب بيروح على اصحابه وبيدخل ديك وبيلاقي الكنز بقى بتاع الاسكندر الاكبر كله اخيرا، وبيلاقي الكلب بتاعه جوه وبياخده بالحضن. لا كلبي العزيز. وبيحاول فريد بقى ان هو يضرب الكلاب بس بيطيروا بعيد يعني. وبعدها بنشوف الروبوتات نزلت تساعدهم، وبعدها باشا بيروحوا للكلب بتاع براين وديدي عشان يحمسوه، وبيقوم جاي بقى قايم وضربهم بيفشخهم. وبيعمل كده وبيروح ينقذ عمك سكوبي دو على اخر لحظه، وبعدها بيقدروا ان هم يوقعوا الكلاب ويدخلهم جوه الخزنه تاني. وبتكون يا باشا دي الطريقه الوحيده عشان ما يخرجوش منها، بس لازم يكون في شخصين، واحد بره الخزنه وواحد تاني جوه الخزنه، ويلمسوا ايد بعض عن طريق جهاز كده من الناحيتين عشان الكلاب ما تخرجش. وبيكون عمك شاجي هو اللي جوه، وكل بيزعل على فراقه بقى. شاجي انا توحشنا والله. وبيفضل طبعا سكوبي دو يعيط هو واصحابه، بس فجاه كده بيلاقوا تمثال اسكندر اكبر مكتوب عليه تعويذه، فبيقراها سكوبي دو، بيتفتح من التمثال باب كده وبيطلع منه شاجي، وبيحضنوا بعض وبيكونوا كلهم فرحانين. هتقولي ازاي الكلب قرا تعويذه؟ اقول لك انا مش عارف امي. وبيجي بعد كده بقى الروبوتات، وبيكونوا جايبين عمك ديك والكلب بتاعه، وبيخلعوا الماسك من على وشه، وبيلاقوا ان هو اصلا ده كان سايمون اللي كان بيكلمهم مع الشغل مع شركتهم في اول الفيلم، واخد بالك انت يا عم في اول الفيلم. بس بيكتشفوا ان هو ماسك برضه، فبيشيلوه، بيلاقوا تحتيه عمك ديك تاني. في اولاد المجنونه، انت مين يا عم الحاج؟ يعني انت سايمون ولا انت ديك ولا ديك امك؟ انت مين يا ابني؟ لكن هذا النكره، انت من اسيوطي واضح ولا منين؟ المهم بعد كده يا باشا بياخدوا براين وديدي وبياخدوا الكلب بتاعهم. وبعدها باشا بنشوف الافتتاح بتاع الشركه بتاعتهم، وبيجي عمك براين وبيكون عامل نفسه دي جي بقى، فاهم انت وهايس. وبعدها بنشوف ان هو طلب منهم انهم يجوا يطردوا الاشباح من مكان معين، وبيكون سكوبي دو وشاجي خايفين صراحه في الاول، بس يعني بيلموا نفسهم وبيكونوا متحمسين نروح مهمه بقى ونبدا شغل من تاني. وقبل ما اقول لك يا صديقي بس كده توتا توتا خلص الحدوته، انا تقريبا قلتها يعني. المهم يعني لازم اقول لك الجمله الايقونيه بتاعت السكوبي دو يعني، ده كان سكوبي دو لما يجي يخلص اي حلقه كان يعمل لك ازاي؟ سكوبي دو بيديو. بس كده عامل حق توتا توتا خلصت الحدوته. وما تنساش سبسكرايب لايك كومنت شير شو انستغرام، ما تنساش تعمل فولو كريم اسامه عشان هو لما ينزل فيديو ده، وتعمل فولو لاحمد سماع عشان هو الكابتن سكيب ده، وتخش على جروب الميمز ميم امي على الفيسبوك، تعمل سبسكرايب قناه حدوته جيمنج وحدوته بعد النوم عشان طبعا هنا فين قبل النوم هناك فين بعد النوم والحاجات دي كلها، وتعمل سبسكرايب لقناه حدوته جامده تقريبا اللي هي خلاص في انفاسها الاخيره، بس والله العظيم هنلحقها ونديها انعاش قريب. وبس كده يا جدع، خد لك بوسه كده حلوه، سلام عليكم.